السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت ما اشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم اسهل طريقة اضافة سيارات جديدة في لعبة جي تي اس سان اندريس للكمبيوتر عن طريق ملف المساعد موديل لودر. طبعا الناس بتشوفون، اول شيء كل ما عليك انك تدخل الديسكريبشن وتدخل على هذا الموقع. هذا الموقع يحتوي على أكثر من 30,000 سيارة، كلها سيارات احترافية رياضية، كل أنواع السيارات، أوكي، فراري، لامبرغيني وغيره. الناس ما تشوف آلاف أو مئات السيارات، أكثر من 30,000. إني تغير الصفحة وتحمل أي سيارة تبيها. بعد التحميل بتحصل على شكل ملف مضغوط. كل ما عليك انك لازم يكون عندك برنامج فك الضغط. ناس ما تشوفون، اول ما تفتح الملف الرار او الملف المضغوط بس تحتاج ملفين، اللي هو ملف DFF و DFF و TXD. هذا الملفين هو مود السيارة. اوكي، قبل ما تثبت السيارات لازم اول شيء تفتح موقع تثبيت اللعبة وتضيف ملف المساعد موديل لودر وتضيف كيليو 4 وتضيف ASI لودر حتى تقدر تثبت السيارة. طبعا انا ما بشرحها في هذا الفيديو، يعني في فيديو سابق بعنوان اني شرحت طريقة تثبيت مود كيليو 4 وموديل لودر و ASI لودر في فيديو سابق. مثل ما تشوفون هاي الصورة من الصغر، راح بحط لك رابط الفيديو في الزاوية، اضغط على الزاوية، في الزاوية بتحصل كلمة I، اضغط عليها وشوف الفيديو هذاك. في فيديو ثاني شرحت كيف تثبت ملفات المساعد اللي هو كيلو 4 موديل لودر ASI لودر. ثبت هذاك المود وارجع لهذا الفيديو حتى تثبت السيارات. كيف طريقة تثبيت السيارات؟ جدا سهل. راح تنشئ ملف جديد، نيو فولدر. الناس ما تشوفون نيو فولدر، انا انشأت ملف جديد مثل ما تشوفون على سطح المكتب. هذا هو يعني ضفت مئات السيارات، اوكي، يعني حملت سيارة حبة حبة وضفتها، اوكي. بس بعد ما تنشئ الملف هذا، الناس ما تشوفون تنشئ الملف السيارة، كل ما عليك انك تروح لملف السيارة اللي حملته وتحطه مباشرة، تاخذ هذا الملفين وتضيفه مباشرة للملف اللي انشأته في سطح المكتب، تضيفه في الملف اللي انشأته في سطح هذا الملفين. بس بعد ما تحط ملف السيارة في الملف اللي انشأته في سطح المكتب، هذا الملف، تاخذ هذا الملف. نفس ما شفنا، اول شيء تفتح مسار open file locations، مسار تثبيت اللعبة. الحين تروح لمود لودر. طبعا مود لودر ما بتحصله، لازم ترجع الفيديو هذاك وتشوف تثبت ملف مود لودر. بعد ما تثبت مود لودر افتح ملف مود لودر. كل ما عليك انك تنقل هذا الملف كار مباشرة الى هذا المسار. ناس بتشوف تم النقل ملف السيارة وخلاص. بهذا الطريقة المود السيارة جاهز، راح نشغل اللعبة. اوكي يا شباب، نحن الحين في اللعبة. حتى تختار السيارة اللي ضفتها، كل ما عليك انك تضغط على كنترول سي. اوكي، الحين تنزل تفتح قائمة الغش، يعني الحين تروح وشلز مثل ما تشوفون المركبات، اضغط عليها، اضغط على سبيس. الحين هني انزل انزل لتحت، هني بتحصل السيارة، اختار السيارة اللي تريد. مثلا هني هذه السيارة، عندك هني السيارات كثيرة، اختار السيارة اللي ضفتها. مثلا هذا السيارة شوفوا، او مثلا شوفون هذا السيارة. مثل ما تشوفون الحين هذا السيارة تم اضافتها جديدا مثل ما تشوفون.
وبس هذا هو اسهل طريقة اضافة سيارات في لعبة جي تي اي سان اندريس عن طريق موديل اودر. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. بس مع السلامة.